حبيبتي. يا رب احفظ لي امي وبنتي وجوزي من اي مكروه او اي حاجه وحشه. يا رب انا ماليش غيرهم في الدنيا، احفظهم يا رب وبارك لي فيهم وفرحني بيهم دايما. يا رب استودعك كل شيء احبه واحفظه لي بحفظك يا رب. الو، ايوه يا صافي، ازيك انتي حبيبة ماما؟ فينك يا حبيبتي؟ ما شفتكيش النهاردة ولا سمعت صوتك. معلش حقك علي، كنت طالعالك والله، بس انت كان عندها هومور كتير اضطريت ان انا اقعد اعمله معاها. طيب يا حبيبتي انا بطمن عليكم، بس عاملين ايه؟ الحمد لله بخير. لا مفيش، عمر نزل يتفرج على الماتش مع صحابه وبوس نامت. كانت عايزة تطلعلك والله، بس انا اللي قلت لها خليها لبكرة. كل سنة وانت طيبة يا حبيبة ماما، عقبال 100 سنة. وانت طيبة يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا. طيب يا حبيبتي، مع ألف سلام. أي حبيبي، وحشتني. الماتش لسه ما خلصش؟ خلص؟ لا اصلا انا ما شفتوش، قلت يعني عشان اليوم يعدي على خير. طب قولي انت قدامك كتير؟ اتحركت يعني؟ ايه ده بجد؟ وصلت؟ طيب انا جاهزه خلاص، عملت العشاء عشان ناكل مع بعض. يلا يا حبيبي، باي. يا سلام، ايه كل ده؟ تسلم ايدك. كل ده فين بس؟ بالهنا والشفا، انا ما عملتش حاجه ده ولا حاجه يعني، انا قلت حاجه خفيفه كده عشان اتعادلنا يعني. الحمد لله طلعنا حبايب. احنا طول عمرنا حبايب. على فكره ماما اتصلت وانت بره وبتسلم عليك. ياه انا مكسوف منها جدا، كذا مره والله بقى عاوز اكلمها واطلع لها بس ماليش وقت. استنى اكلمها دلوقتي ولا اقول لك خلاص اكل واطلع لها؟ لا لا تطلع فين، انت عارف ان ماما بتنام بدري، زمانها نامت طبعا. مش زيك غاوية سهر، الصباح رباح. ايه ده؟ دي ما شافتش الماتش يعني. كل كل يا عمر. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عامل لك بكره مفاجأة هتعجبك قوي. بجد؟ ايه؟ مفاجأة ايه؟ خلاص بقى خليها بكره. لا لا قول يا عمر. بطلي زن بقى، هقول لك بكره. الله قول عشان خاطري بطل غلاسة بقى. الله، عيد ميلاد مين بكره يا حبيبتي؟ فاكرة ولا عاملة مستعبطة ولا ايه؟ لا فاكرة ومش عاملة مستعبطة، مفيش حد يعني بينسى تاريخ ميلاده، ولا تاريخ أول يوم اتقابلنا فيه، ولا تاريخ عيد ميلاد حبيبي، ولا تاريخ عيد ميلاد بوسبوس. دي أهم تواريخ في حياتي. ده إيه الحلاوة دي؟ طب أقول لك على حاجة؟ فاكرة تاريخ خطوبتنا ولا لأ؟ تاريخ خطوبتنا 5 يناير، وتاريخ أول يوم اتقابلنا فيه 4/11، وتاريخ أول مرة رحنا فيها سينما مع بعض 3/2، وتاريخ أول مرة قلتلي بحبك 20/11، وأول مرة قلتلك أنا بحبك 30/11، وأول مرة. Thank you.
عمر. حبيبي اصحى يا ابني. تمام، ده 10 دقايق بس. 10 دقايق بس. طيب طيب. هرجع لك تاني. ماشي. بص حبيب مامي، جود مورنينج. جود مورنينج مامي. روح قلب مامي انت. يلا قومي خشي التواليت على ما اجهز لك البريكفاست. نو انا عايز انام. نو ايه بس وانام ايه؟ يلا يا بص يلا بقى انام. ايه بس يا بص يلا خرابي. يا صباح الفل حبيبي. انت اللي حبيبي. طب انا هسالك سؤال. اسال. بذمتك ينفع اصحى الصبح على الحلاوه دي واسيبها اروح رايح على الشغل؟ انا لو منك ما انزلش اصلا. بس كده انا اصلا بتلكك، هخش اغير حالا. بس بقى بطل. يلا عايزك تفطر بسرعه عشان تلحق توصل بص المدرسه وتروح شغل. حاضر يلا. ايه ده؟ انت لبستي لوحدك؟ ايوه يا مامي، هو انا صغيره. خدي بقى من ايده. بس كده؟ عينيا الاثنين. حاضر. تعالي كده. ايوه. بقينا نلبس لوحدنا وبقينا شطار. وايه؟ انا حضرت لك خلاص الفطار وجاهز. اتفضلي بقى حضرتك عشان تفطري. يلا. لا يا مامي هلبس الشوز بس الاول وي. طب انا هلبسها لك. لا يا مامي وانا صغيره. برضو؟ ماشي البسيها وتعالي. بحبه يا ناس. يا لهوي اكيد مش قدي، ما تحاوليش. احط لك ايه تاني؟ مش يا حبيبتي انا باكله. بص فين امال كل ده؟ بتلبس، مش عايزاني انا اللي البسها. يا بص يلا يا حبيبتي عشان ما اتاخرش. يا روح قلب بابي انت، الحلاوه دي ربنا يخليكوا ليا يا رب. روح قلب مامي، خرابي على الحلاوه. يلا حبيبتي عشان تاكلي. كورن فليكس جاهز اهو. طب خد دي عشان خاطري. والله ما قادر عشان خاطري. طيب حاضر. بقول لك هتتاخر النهارده؟ لا روح زي كل يوم، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ما ورايش غيرك. عائل ربنا يحميك يا رب. والله مش ورايا ست الكل، لازم ابقى عائل. حبيبي. ايه يا حبيبتي ما بتاكليش ليه؟ الحمد لله مامي شبعت. شبعتي انت؟ لحقتي تاكلي حاجه؟ الحمد لله. ايه ده؟ طب خلاص يا حبيبتي يلا عشان ما تاخرش على المدرسه. خلاص ايه؟ انتوا ما اكلتوش حاجه. الحمد لله يا حبيبتي. حلو قوي كده. انت شايفه الساعه بعد كام؟ يا دوبك الحق اوصلها واروح على البنك. يلا تعالي يا حبيبتي. بسي. بالراحه. ايوه استني شعرك.
هتيبوس خرابي. روح قلب مامي انا يا ناس. يلا لا اهلا رحبتي سيدنا محمد رسول الله. مش عاوز اي حاجه؟ عايز سلامتك، خلي بالك من نفسك. حاضر، هتوحشيني. وانت كمان اول ما توصل كلمني طمني. ها كالعاده، انت عارفه يعني انا حافظ. بص بص، تاكلي السندوتشات اللي في الشنطه كلها، فاهمه ولا لا؟ يلا باي. باي باي. روح. باي يا حبيبي. عمر. ايه يا حبيبتي؟ هتوحشني. وانت كمان قوي 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 حبيبي. باي باي. باي. يا رب يا رب احميهم يا رب. ربنا يخليكوا ليا. اتحاسب يا عم. عمر كويسة حبيبتي؟ هي أكيد مامي كانت بتطمن عليها. سبتلك؟ ها يا حبيبتي. ألو. أي يا عمر، أنتوا كويسين؟ إحنا كويسين الحمد لله، مفيش حاجة، ما تقلقيش نفسك بقى. طب الحمد لله. البنت كويسة ما فيهاش حاجة؟ خدي بصبص معاكي. إحنا كويسين ما تقلقيش. بحبك قوي. خدي بابي معاكي اهو. يا حبيبتي الحمد لله. طب خلي بالك من نفسك ولما توصل البنك طمني. طيب خلاص هوصل واكلمك. يلا باي باي. يلا حبيبتي. صباح الفل يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انتي عامله ايه؟ طب الحمد لله. بقول لك يا حبيبتي، انا هنزل اشتري شويه حاجات للبيت، في حاجه ناقصاكي اجيب لك حاجه معايا؟ لا اصلا انا زهقانه، فقلت انزل شويه كده على ما بصبص وعمر يرجع. تمام، قولي لي بس ايه اللي ناقصك؟ مربى ايه بس يا مام؟ مربى ازاي يعني؟ ما السكر هيعلى عليكي، احنا مش قلنا بلاش الحاجات دي؟ ماشي حاضر. طيب عايزة حاجة تانية؟ من عناية يا حبيبتي. حاضر، خلي بالك من نفسك. لا لا مش هتأخر، اول ما ارجع هطلع لك على طول. ماشي يا حبيبتي، مع السلامة. الله يسلمك. ثواني والاكل هيكون جاهز على ما تغير هدومك. خدي وقتك يا حبيبي. ايه ده انت لسه واقف؟ ما غيرتش هدومك ليه؟ طيب حاضر هروح اهو. ايه مالك؟ ايه ده مالك مش على بعضك ليه؟ مش على بعضي فين بس؟ جعان بس. حطي الاكل على الصفر عشان انا جعان. جعان مش مريحني يا عمر. يا سلام.
بتهزر؟ عربية يا عمر؟ ده كتير قوي حبيبي، كتير قوي. يروح قلبي مفيش أي حاجة تكتر عليكي. معقولة كده؟ معقولة يا عمر؟ ده كتير والله العظيم. لو تقولي أجيبلك الدنيا بحالها مش هتغلى عليك حبيبي. بس يا رب بقى تعجبك. أكيد هتعجبني طبعا يعني. بعدين أنت طول عمرك ذوقك حلو ولا إيه؟ طبعا ذوقي حلو. مش متجوزك؟ حبيبي أنت حبيبي بجد. مبسوطة قوي. ربنا يخليك لي. ويخليك لي يا حبيبي. تسلم ايدك صوفي. اتفضل. بصراحة يعني مش عارف اقول لك ايه. انا مبسوط جدا ان انت وافقتي ان احنا نقعد مع بعض ونشرب حاجة. ايه؟ ايه؟ الدنيا عاملة معاك ايه؟ الحمد لله كويسة تمام. كبرت يا شادي. اه طبعا. احنا اخر مرة تقابلنا فيها من اكتر من 10 سنين. شفت الدنيا؟ الشلة كلها اتفرقت. معلش كل واحد بياخد نصيبه. بقولك انا لازم امشي دلوقتي. لا 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 تمشي ايه؟ ده انا ما صدقت ان انتي توافقي يعني تقعدي معايا. احنا ما كملناش 3 دقايق. معلش انا لازم اروح مش عايزه اتاخر. لا تتاخر يعني انتي ساكنه بعيد؟ لا بيتي هنا جنب المول. طيب نقعد مع بعض بقى ولو نص ساعه حتى. معلش احنا في بيننا وبين بعض يعني عيش وملح وليهم حق علينا. ولا نسيتي ايام الجامعه؟ سبعة خمسة تمام. سجلت رقم. مالك؟ مش مصدق عيني. اشمعنى؟ معقولة الصدفة الغريبة دي؟ نتقابل بعد أكتر من 10 سنين؟ مش بيقولوا الدنيا صغيرة؟ أيوة. انتي اتجوزتي صح؟ وعندي بوسبوس كمان. بوسبوس؟ بسنت عندها 7 سنين. على كده بقى مبسوطة في حياتك؟ جدا الحمد لله. وانت؟ أنا إيه؟ اتجوزت؟ أنا عمري ما نسيتك يا صافي. انتي فاكرة حبنا؟ أنا لازم أقوم. لا تقومي إيه؟ ده أنا ما صدقت لقيتك. ما هو ما ينفعش تقولي الكلام ده يا شادي. ما ينفعش ليه بس؟ أنا مش فاهم إيه اللي حصل. فرقنا عن بعض بالشكل ده. مشكلة تافهة زي دي تبعدنا عن بعض. ده موضوع وانتهى من زمان قوي. وأنت دلوقتي لازم تحترم إن أنا زوجة وأم وبحب جوزي جدا كمان. وأنا يعني عشان سألتك عن السبب أبقى مش محترم إن أنت زوجة وأم وبتحبي جوزك قوي كمان؟ سبب إيه؟ سبب نسيانك حبنا.
تزعلش مني يا شادي، انا بصراحه مش مصدقاك. اللي بينا ده كان حكايه قديمه وانتهت خلاص، كل واحد راح لحاله وكل شيء نصيب. ما تقنعنيش يعني انك معطل حياتك طول الوقت ده عشان، بعدين انت ما كنتش عارف انك هتقابلني اصلا. احنا اتقابلنا صدفه يا شادي. انا ما قلتلكيش ان انا معطل حياتي عشانك، انا عايش حياتي اهو. انا قلتلك ما نسيتش حبنا. طب بعد اذنك بقى انا هقوم. لا اقعدي بس، اقعدي يعني ناكل مع بعض حاجه كده في السريع. تاكلي ايه؟ لا اكل ايه، انا مش جعانه. فاكره الشاورما اللي كنا بناكلها ايام الجامعه؟ انت بتفتكر حاجات غريبه قوي يا شادي. يا محمد والنبي بعت رقم الحساب بتاع هاني شكري لو سمحت. شكرا، مع السلامه. ما ترديش ليه يا صافي؟ غريبة يعني مش حوايدك. كان اسمه محمد عطية على ما أعتقد. ولا الدكتور أحمد شلتوت اللي كان عنده لهجة فلاحي كده، الطالب اللي هيعدي من تحت إيدي ومش هيسقط. أنت لسه فاكره معقولة؟ هي دي تتنسي. هاي هاي صافي، مش مصدقاكي. مين؟ أنتِ كنتِ معانا في الجامعة ولا إيه؟ مش فاكراني؟ هو إحنا كنا مع بعض في الجامعة؟ آه أنتِ افتكرتي شادي وبس. في علا، ما اهدي شوي. افتكرتك، علا رشدي صح؟ برافو شطوره. افتكرتي لوحدك؟ طيب يا جماعه انا مبسوطه قوي ان انا قابلتكم النهارده، اشوفكم على خير ان شاء الله. لا لا ما تقعدش، لو هتمشي عشان انا جيت خلاص همشي واسيبكم لوحدكم. لوحدنا ايه، انا اصلا كنت ماشيه. انا اتاخرت جدا عن اذنكم. مش فاهم انت هتفضلي قلت الذوق كده لحد امتى؟ والله اتفضلي اقعدي وانا هجيلك دلوقتي. اقعدي. حبيبي يا صفا، هو ترديش ليه كل ده؟ انا بشتري شويه طلبات للبيت ومروحه على طول. اتخضيت عليكي بس. طيب ماشي، خد بالك من نفسك بقى، اول ما تروحي كلميني لو سمحت. حاضر، وانت كمان. اوكي يا حبيبتي. بقول لك ايه، هعمل لك مفاجاه النهارده. لا مش هقول لك طبعا، مش هتبقى مفاجاه. مش هقول لك حاجه دلوقتي، كفايه زن. ماشي يلا حبيبتي، باي باي باي. يا صافي انا اسف جدا على اللي حصل. لا لا ما حصلش حاجه، حصل خير يعني. طب انا ما خدتش تليفونك. ما انا خدت رقمك وهبقى اكلمك يعني. طيب استاذنك ترني عليا عشان تليفونك لازم يبقى معايا. طيب انا مش عايزك تقلقي خالص، انا مش هتصل بيكي، بس أنا هكون مستني تليفونك عشان نكمل كلامنا. ومش عايزك تزعلي من علا خالص. لا لا عادي يعني، أنا فعلا ما كنتش فاكراها، وبعدين ما أعرفش هي فهمت إيه أصلا. هي ما بتفهمش أصلا.
انتوا مخطوبين؟ لا مخطوبين ايه، هي اخرها معايا صحوبيه، وبعدين احنا مش مرتاحين مع بعض اصلا. بصراحه الله يكون في عونك. مش كده؟ خلاص انا هستنى تليفونك ضروري جدا. ماشي؟ اه. ايه مالك في ايه؟ لا لا مفيش حاجه، انا كويسه مفيش حاجه، عن اذنك. اه مالك يا مدام؟ اه موجوعة قوي تعبانة. اه هتصل بالإسعاف؟ لا ربنا يخليك، انا هكلم جوزي. اه مش قادرة. يا جماعة الحقونا 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 يا جماعة. صباح الخير. صباح النور يا نرمين. انا بعت لحضرتك الفاكس اللي حضرتك طلبته. ميرسي، شكرا. اوكي انا اسف. نرمين. ايوه تعالي اقعد اقول لك على حاجه. اوكي بقول لك ايه، كنت عاوز اخد رايك في محل الروح، عاوز اجيب هديه لمراتي النهارده عيد ميلادها. هو في حاجات كتير، بس انت عايز تجيب لها ايه يعني؟ والله انا لو عليا عاوز اجيب لها الدنيا بحالها. ربنا يسعدكم. هو حضرتك من يومين كنت متضايق، هو في حاجة؟ يعني في مشاكل في البيت؟ لا الحمد لله. ليه بتقولي كده؟ كلمتك كتير على الواتساب ما ردتش. كان في حاجة مهمة عاوز اسألها أنا؟ لا أنا بس كنت عايزة أطمن عليك. آه معلش، أصل أنا لما بروح البيت ببدي وقتي كله لمراتي وبنتي، ولا برد على تليفونات ولا على الواتساب. ربنا يخليكوا لبعض. بس بلاش تقول الكلام ده لحد عشان الناس عينيها وحشة، ممكن تتحسدوا. ميبقاش في حب الأيام دي. عن إذنك. يا دكتور طمني. متقلقش، المدام جالها حالة تسمم وعملنا لها غسيل معدة، ساعة إن شاء الله بكتير وتقدر تاخدها معاك وتروح. ألف شكر يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. شكرا، بعد إذنك. شكرا. اصل انت اغمى عليكي وتعبتي وانت في الباركنج، الدكاتره هنا قالوا ان انت عندك تسمم، بس الحمد لله عملوا لي غسيل معده والموضوع عدى وكله تمام. انا هنا من امتى وانت عرفت ازاي يا شادي؟ السكيورتي اتصل بيا من موبايلك قال لي الحق المدام، فطبعا جيت جري واتفاجئت بيكي. اه اكيد اتصل باخر رقم كان عندي على التليفون. هنا تليفوني فين؟ عايزه اكلم عمر، زمان قلقان عليا قوي. ما تقلقيش تليفونك معايا. هون يوه قطع شحن، انا اقدر اخرج امتى؟ انا لازم اروح، عمر اكيد قلقان قوي. الدكتور قال ممكن نخرج النهارده ان شاء الله. طب يلا يلا بينا، زمان عمر قلقان قوي. طب بس واحده واحده. حاضر تعالي، على الاقل امهلك. الف مليون سلامه عليكي يا رب. كنت انا بعد الشر عنك، تعبتك معايا يا شادي. يا ستي تعبتيني ايه؟ طب بس تعبيني على طول كده، بس اهم حاجه ما تبقيش تقلقيني عليكي. هتوصلني اخد عربيتي بعد اذنك. لا انت ما ينفعش تسوقي، انا اللي هوصلك. لا لا ملوش لزوم. افهميني بس الموضوع بسيط، انا بعد ما جينا في عربيه الاسعاف انت دخلتي جوه وتاخرتي قوي مع الدكتور، انا اتوترت قلت اشغل نفسي في اي حاجه، فروحت جبت عربيتي وجيت. خلاص هوصلك يا صافي. لا مش هينفع توصلني لحد البيت،
وصلني اخد عربيتي وبس. انا اقدر اسوق خلاص، بقيت كويسه. يا بنتي افهميني، انا لازم اوصلك عشان اطمن عليكي. ريحني معلش. طب بس يلا 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 على مهلك. بقول لك يا صافي، انت اكيد تعبانه واخده ادويه كتير، ايه رايك بقى نروح ناكل حاجه كده في السريع؟ لما اروح هاكل ان شاء الله. لا تروحي ايه، انا لسه هستنى لما تروحي، ده انت ممكن يجيلك هبوط. اسمعي الكلام. لا لا لا، انا اتاخرت قوي يا شادي، معلش والنبي لازم اروح، زمانهم قلقانين عليا. طب ايه رايك لو رحنا كلنا بيتزا من اللي انت بتحبيها؟ خلاص الحمد لله، بجد مش قادره اصدقك. انت عشان خاطري كل ده والله شبعت يا عمر وحياتك. دي البيتزا اللي انت بتحبيها. ما بقاش في مكان في بطني. انت بنت كلت لنفسك، كلي بقى شويه للبيبي. البيبي؟ اه صحيح، ازاي احنا لحد دلوقتي ما اتفقناش هنسميها ايه؟ احنا قلنا هنسميها ليلى على اسم امي. ليلى حلوه اه، بس قديم شويه. تيجي نسميها ليلي على الموضه يعني. ليلي الاسم المايع ده؟ لا طبعا، ده اسم زهره. طب نسميها زهره، بلدي قوي. طب نسميها فلة؟ انت بتهزر بقى. طب خلاص، انت عايزه تسميها ايه؟ طب حاجه، بص انا بفكر في باسانت وندلعها نقولها يا بوسبوس. حلو صح؟ حلو قوي، بس انت احلى. انا بحبك قوي يا عم بجد، مش عارفه لو ما كنتش قابلتك شكل حياتي كان هيبقى عامل ازاي. اكيد اكيد كان هيبقى احلى من كده بكتير. اخسى عليك بجد، اخسى عليك، اخسى عليك يا ابو بوسبوس. قولي هندخلها مدرسة ايه صحيح؟ وندخلها مدرسة ايه اصلا؟ هي لما تتم 5 6 سنين كده تعلميها انت شوية طبيخ، شوية كنس، شوية تريكو، وتبقى ست بيت شاطرة كده زي امها. يا سلام، لا انا بنتي لازم تتعلم احسن تعليم. طب خلاص ما تزعليش نفسك قوي كده. طب ادخلها فرنش طيب ولا ايه رايك؟ فرنش بقت موضة قديمة، دلوقتي الالماني اهم لغة بعد الانجليش. تفتكري؟ انا سارة صاحبتي مدخلة بنتها الماني. اه بس دي هنذاكر لها ازاي دي بالالماني؟ هنجيب لها مدرسين، أو حتى يا سيدي نتعلم لها مخصوص. احنا لسه هنذاكر تاني، انت بتهرجي. ايه المشكلة يعني؟ المهم هي تتعلم كويس. أنا معاكي في الكلام ده، أوكي. بس يا رب بس يقبلوها بسهولة. وما يقبلوهاش ليه؟ دي بنت صافي هانم الأنصاري. لا يا شيخ، يعني هي بنت نازج هانم الاستحضار يعني؟ انت مش ممكن، فظيعة. ها قلتي إيه؟ ها؟ لا لازم أروح عشان خاطر بسنت. آه. ماشي.
صافي صافي، انت نمتي ولا ايه يا حبيبتي؟ مش جوه. يمكن يكون طلعت وقت يا بابي. تفتكري انت صح يا بسبوستي؟ ممكن تكون زهقت عشان اتأخرنا عليها وطلعت فعلا. طب يعني نطلع نشوفها؟ يلا بينا حبيبتي. انا عايزه اروح المستشفى، عايزه اروح لشادي، انا عايزه اروح لشادي. بقاء لله يا مدام. هو جوزك كان؟ لا مش جوزي، ما كانش جوزي، ده مش جوزي. طبعا انت عارفه ان احنا محتاجين نعمل محضر. هو انت اللي كنت سايقه؟ لا مش انا اللي كنت سايقه، مش انا. ارجوكي تهدي شويه. طب اللي كان سايق ده يقرب لك. اللي كان سايق اتفضل. ازيك يا رنا؟ ازيك حبيبي؟ فين صافي؟ ايه ده، هي مش تحت؟ لا انا رحت جبت بسنت من المدرسه، وبعدين رحنا جبنا لها حاجات عشان عيد ميلادها، ورجعت البيت ما لقيتهاش. انا حتى كلمتها كذا مره بس تليفونها مقفول. غريبه دي، كلمتني الصبح وقالت لي انها راحت تجيب طلبات وراجعه على طول. القلق ده، انا كلمتها برضو الصبح كانت بتشتري حاجات فعلا، ومعرفش عنها اي حاجه من ساعتها. الو؟ ايه؟ خير يا فندم؟ ايه اللي حصل يا صافي؟ المدام كانت مع استاذ شادي كامل وقت الحادثه، بس للاسف هو توفى. شادي كامل مين؟ اصل يا عمر، انا نزلت اجيب طلبات للبيت زي ما قلت لك بالظبط، وبعدين قابلته صدفه والله، وبعد كده اغمى عليا. ايه الفيلم اللي انت بتقوليه ده؟ انت عشان اصدق الكلمتين دول؟ وما تصدقش لي يا عمر، انت بتشك فيا ولا ايه؟ شادي كامل، مش ده حبيب القلب بتاع زمان؟ عمر براحتك يا صاحبي. براحتي ايه يا عمر؟ على فكره انت بتكلم مراتك مش صاحبتك. مراتي؟ انت من النهارده مش هشوفي وشي تاني، ولا انا ولا بنتك. Thank you.
مالك يا صافي؟ مالك يا حبيبتي؟ ماما؟ هلا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ هو في ايه؟ انا فين؟ انا مش فاهم حاجة. هو فين فين هو مارو بسن؟ وانت لابسة اسود ليه ماما؟ هو خالي جراله حاجة؟ ايه اللي جرالك يا بنتي؟ انت كانوا بيضربوا بيك المثل في العقل في العيلة كلها. ليه يا ماما بتقولي كده؟ دي حادثة انا ما كانش ليا ذنب فيها والله. احنا عارفين يا حبيبتي. عارفين ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا علا اختك. اختي؟ مش فاكراني؟ علا رشدي صح؟ برافو شطورة. افتكرتي لوحدك؟ انتوا بتهزروا ولا ايه؟ هو في ايه؟ انا فين؟ فين بسنت وعمر؟ صبرني على ايه؟ عمر وبسنت عند اللي خلقهم يا بنتي. يعني ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. هو زعلان مني صح؟ لا انا ماليش ذنب والله. انت والله ما كانش ليا ذنب يزعل مني ليه بس؟ هو بس انت فين؟ عمر وبس انت فين؟ فين عمر وبسنت؟ عايزة عمر، عايزة بنتي، عايزة عمر. في ايه بس يا حبيبتي قولي لي. مفيش حاجه يا شيخ، اختك تعبانه والله يا دكتور من ساعة ما صحيت وهي قاعدة مساهمة كده. طب ازاي يا دكتور؟ اهو عدى شهرين على وفاة جوزها وبنتها وهي مش دريانة بحاجة. الصدمة كانت صعبة عليها قوي لفقدانها لعز الناس ليها، فقررت تعيش حياتها في خيالها وكأن الحادثة ما حصلتش من الأساس، وطبعا ده بشكل إعراضي منها. طب والحل يا دكتور؟ هي هتاخد وقت شوية لحد ما تستوعب الواقع وهتبدأ تتعامل معاها بشكل طبيعي. حبيبتي يا بنتي. Thank you.
حبيبتي انتي لازم تاخدي الدواء وتاكلي كويس عشان نروح بيتنا بقى. مش قادره يا ماما. عشان خاطر دي بس، دي بس يا صافي. الحمد لله الحمد لله. انتي عارفه يا صافي، في ناس كتير قوي عايزه تيجي تسلم عليكي وتطمن عليكي، بس انا قلت لهم لا، استنوا لما تروح بيتها وتعالوا تطمنوا عليها. الناس كلها بتحبك يا صافي. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي. حبيبتي انا حاسه باللي فيكي وعارفه انت بتفكري في ايه، بس ده قضى ربنا يا صافي واحنا لازم نرضى بيه يا حبيبتي. الحمد لله شايفاكي النهارده احسن يا مدام صافي، والا ما كانش الدكتور سمح لك بزيارات. ايه بقى مش عايزين ناخد الدواء ليه؟ مش انتي بتقولي ان انا اتحسنت؟ ماشي، بس مفيش غنى عن الدواء. شكرا يا عم عبدو. الف حمد لله على سلامتك يا مراد بيه. الله يسلمك. وحضرتك مطول هنا قاعد كتير يعني؟ لا، هم اسبوعين وراجع على طول. انا خلاص يا عم عبدو اتعودت على العيشه هناك. جايزه سعيده يا مليونير. وانت طيب يا عم عبدو. الله يخليك. بقول لك ايه، شوف لي حد بقى ينظف الشقه دي. حاضر. خلي الفلوس دي معاك وانا نازل هسيب لك المفتاح عشان اللي ينظف ينظف براحته. ماشي، حاضر حاضر. ايه Thank you.
طيب نفسي اطمن على الست دي. ايه؟ حبيبي وحشتني قوي. وانت كمان يا سامي عامل ايه؟ ليك وحشه يا راجل. وانت كمان اخبارك ايه؟ جيت امتى؟ لسه جاي حالا اهو من شويه. حرام عليك، بقى انا اعرف من عم عبده البواب ما اعرفش منك. معلش والله جيت فجاه، اصل تعالى تعالى خش تعالى. لا 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 انا رايح على شغلي، هتعمل لي جيزه حالا. يا عم شغل مين، تعالى بس تعالى اشوفك بالليل. خلاص طيب طيب ماشي. اه بقول لك ايه سامي، فاكر ابله كاميليا؟ قصدك ابله فاهيتا بتاعت يسوسو؟ يا عم فاهيتا مين؟ امال ايه؟ أبلة كاميليا، أبلة كاميليا اللي كانت بتدينا انجليش زمان في اعدادي وابتدائي. يا لهوي ده انت قديم قوي. طبعا فاكرها، زمانها ماتت، عايز منها ايه دلوقتي؟ يا ساتر يا رب. لا اصلي شفت مرتها بالصدفه فكلمتها ما حدش رد، قلت اسال عليها يعني. مش فاكر ساكنه فين؟ فاكر طبعا، لان بيتها البيت اللي جنب اختي لازقه. البيت اللي جنب اختك؟ يا اختك ساكنه فين؟ عارف بتاع العصير القصب اللي تحت؟ اه ما تشربش من عندك. لا والله ساكنين فين بجد. عندك ورقه وقلم هكتب لك. يبقى تعالى بقى تعالى، شكلي هترفد على ايدك. لا لا تعالى اتفضل يا اخويا اتفضل. يا ابني يا ابني، العنوان اللي انت كاتبه لي ده مضروب ولا ايه؟ مش لاقي العماره. طب بقول لك ايه، مفيش حاجه مشهوره جنبيها، محل مشهور، اي حاجه؟ دخلت يمين. على طول تمام ماشي على طول. تحتيها ايه؟ ماشي طيب ماشي ماشي. خلص واكلمك. ماشي يا معلم، سلام. كاميليا، مين حضرتك؟ أنا مراد. مراد مين؟ مراد الريدي، كنت أشقى طالب عندك في أولى تاني، مش فاكراني؟ عشان القطط. حاضر حاضر. يا خبر يا مراد. مراد. معقولة؟ والله ما أنا مصدقة نفسي. إيه ده؟ ده أنا كأني بحلم. ياه. كبرت يا ولد. هو زمن برضه قبله. تشرب إيه يا حبيبي؟ ولا أي حاجة. أنا مش عايزة أتعبك. بص بقى، أنا هشرب قهوة. أعمل لك معايا؟ والله انا قهوتي مظبوطه بس مش عايزه اتعبك. لا ابدا يا حبيبي. لا محتاجه ونش. انت ونش. حاضر يلا انت الونش. ياني يا خبر ابيض. ازيك يا مراد؟ والله وانا مصدقه يا ربي. يا كبرت قوي يا ابله كاميليا.
لله شطرة يا كاميليا شطرة. ياه يا مراد كبرت ما شاء الله، السنين بتجري يا ربي. طب ده انت كبرتي انت كمان بقى يا كاميليا. برافو عليك يا كاميليا، برافو عليكي، بني الجميل الحمد لله ما بيعليش الضغط، كل واحد يا ربي الحمد لله يا رب الحمد لله كله حلو. شطورة عنك. اب عنك عنك عنك. معقولة؟ معقولة القمر يشيل الصينية بنفسه؟ طول عمرك شقي. والله فيك الخير يا مراد، والله زمان يا ابني. وشمعنى أنا بقى اللي افتكرتني؟ عشان حضرتك كنت أحن مدرسة في المدرسة كلها. وأنت كنت أشقى ولد في المدرسة دي كلها. قولي بقى بتشتغل إيه دلوقتي؟ والله أنا مهندس بترول، بقالي 10 سنين بشتغل في الكويت ولسه نازل أجازة النهاردة. ما شاء الله، عال عال. واتجوزت وخلفت؟ اتجوزت 5 سنين وبعدين انفصلت وللأسف ما جبتش أولاد. يا سيدي لسه العمر قدامك طويل، بكرة تتجوز وتخلف وتتهنى. المهم طمنيني أنت عاملة إيه وأخبارك إيه؟ عاملة زي ما أنا، مفيش جديد، كل يوم زي اللي قبله. الجديد الوحيد في حياتي هي الأخبار اللي مش بلحق أعرفها من كتر سرعتها. هما ولاد حضرتك عايشين معاكي هنا؟ لا، أنا عايشة لوحدي من ساعة وفاة المرحوم. هاني واخد شهادة سياسة واقتصاد واتجوز وسافر بره عشان شغل. طبعا نهى بقى محامية وعندها عيلين ربنا يعينها عليهم. أما كريم فبيشتغل في دبي. يعني كده مفيش غير مدام نهى بنت حضرتك هي اللي بتسأل عليكي؟ يعني مش بالظبط، كل فين وفين كده، يعني في عيد الأم مرة، في العيد الكبير برضو مرة. يعني وده بيبقى بالتليفون طبعا، أنا حتى ما جبتش موبايل مش بعرف أستعمله. مين يشوف طلباتك احتياجاتك؟ صفاء بنت الجيران في الشقة اللي جنبنا، يا رب ربنا يكرمها بابن الحلال يا رب. هي اللي بتاخد أول الشهر الكارت بتاعي ده اللي اسمه ATM، هو ده. وبتقبض لي المعاش بتاعي وتجيب لي أدويتي، وفي واحدة كنت مربياها زمان بتجيني تنظف البيت كل أسبوع وتعمل لي أكلتين، والله بيكفوني الأسبوع كله. الحمد لله الحمد لله يا رب. طيب أبلا كاميليا، لو احتجت أي حاجة أنا موجود أعملها لك. كتر خيرك يا حبيبي، كلك ذوق، كفاية إنك افتكرتني. أنا جايب لك معايا بقى شوكليت، بس إيه؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ لا هاخد على كده. لا لا لا، كانت الحلوة دي رب تعجبك بس. أكيد، ما دام أنت اللي جايبها. اتفضلي. أيوه.
الله حلوه بشكل. ممكن نكمل واحده؟ اه طبعا اتفضلي. اقول لك دي هشيلها كلها بعد كده، ولا اقول لك هاخد منها حته واشيل الباقي. العلبه كلها موجوده. بتريح الاعصاب. اه طبعا. اشرب انت القهوه بقى. اوكي اتفضل. لا حبيبي خلي بالك خلي بالك خلي بالك. سوري لا سوري. لا لا ولا يهمك ولا يهمك. انا اسفه انا اسفه. ولا يهمك ولا يهمك. انا اسفه. ولا يهمك. هعمل لك غيرها. لا لا خلاص 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 اكني شربتها خلاص. لا ما يصحش. لحظه واحده. طب تحبي اجي معاكي؟ لا انا اسفه انا اسفه انا اسفه. دنا دي صورتي قبل كاميليا واحنا في تانية اول. اه وحضرتك واقفه اهو. كنت زي القمر ولا زلت طبعا يعني زي القمر. دي قبل ميرفت مش كده؟ كانت بتضربني ضربه قبل ميرفت دي ربنا يسامحها. يا استاذ محسن بتاع العربي مش هو ده الاستاذ محسن؟ قبل كاميليا كاميليا ايه ده؟ يا ساتر يا رب. قبل كاميليا مالك في ايه؟ قبل كاميليا مالك ردي عليا. يا ساتر قبل كاميليا ردي عليا. خير طمني في ايه؟ ما تقلقش كل الحكايه كريزة سكر شديده شويه. من الواضح ان الحاجه مش ماشيه على نظام انسولين مظبوط. هي انا ما اعرفش حكايه السكر دي. انا اصلي كنت مسافر بره ولسه راجع النهارده. طب امال اخواتك فين؟ هي عايشه لوحدها؟ تقريبا كده. لا ما ينفعش خالص، لازم يكون حد عايش معاها ياخد باله من اكلها ونظام علاجها. الكريزة دي لو كانت جات لها وانت مش معاها لا قدر الله كانت قضت عليها، بس الحمد لله ربنا قدر ولطف. يا ساتر يا رب الحمد لله. طب يا دكتور هي ممكن ترجع بيتها دلوقتي؟ اه طبعا ممكن ترجع. طيب انا هدفع الحساب في الخزنه واجي اخدها على طول. اتفضل. شكرا. مع الف سلامه. مساء الخير. تمام. ممكن ادفع بالفيزا؟ لا والله بنتعامل كاش. اتفضل. مظبوطين؟ تمام. شكرا. نورتي بيتك يا ست الكل. ربنا يخليك لي يا حبيبي.
لك زوم تعبتك معايا. لا لا ما تقوليش كده، لا تعبتيني ولا حاجه. اتفضلي زوم. قولي لي بقى، انت ما بتاخديش الدواء بانتظام ليه؟ لا باخده بانتظام، هو بس يمكن سهي عليا النهارده. يبقى اكيد بقى الشوكولاته اللي انا جبتها هي السبب. هي فين؟ لا خلاص، من النهارده في نظام للاكل وللدواء. بعد اذن حضرتك انا عايز تليفون نهى بنت حضرتك عشان اكلمها. هو مين اللي فتح الغطا بتاع البيانو ده؟ انا كنت بدندن عليه كده لحن من ايام المدرسه. ممكن تليفون نهى بنت حضرتك؟ ملوش لزوم، عندها بيتها وحياتها وولادها، ربنا يسهل لها. طيب انا مضطر امشي دلوقتي، انا اصلي بقالي تقريبا يومين ما نمتش. طب ما تنام هنا، الاوض كتير وانا لوحدي. لا مش هينفع، عشان شنطي في البيت حتى تقريبا لسه ما فتحتهاش. اللي يريحك. انت مش محتاجة اي حاجة؟ ربنا يخليك، كفاية انك بتسأل علي. بعد اذنك، الف سلام عليك. الله يسلمك يا حبيبي. خد تاكل ده كمان، وانت تاكل ده. اتفضل يا حبيبي. على فكرة نو، أنا بكرة هروح أجيب ماما عشان تعيش معانا هنا في وسطنا بقى. نعم ماما تقيلي تيجي تعيش في وسطنا بقى إن شاء الله. فيها إيه دي؟ مش فاهم، أسيبها تعيش لوحدها يعني؟ وخصوصا بعد ما أحمد اتجوز البيت فاضي عليها. وأنا مالي؟ أنا مالي أحمد اتجوز ولا ما اتجوزش؟ أنا مالي؟ إيه اللي أنت مالك ده؟ بالراحة على الأقل قاعدين، وبعدين ضمي. مش سيدي أمك على عيني وعلى راسي، بس أنت أديك شايف العيال وطلبات البيت والشغل، وانت تجيب لي امك كمان؟ يا نهى اهدي بالراحه، مش كده. اسيبها تتعب مثلا في مره، ولا لا قدر الله تموت ومحدش يحس بيها؟ يا سيدي الاعمار بيد الله، يعني هي لو جت هنا مش هتموت. فلله ولا فالك يا شيخ. انا اقصد يعني انت بتزورها كل يوم، ده غير التليفونات اللي عماله على بطال. خلاص يعني كفايه قوي كده. بقول لك ايه؟ اقفل الموضوع ده خلاص، وبعدين بقول لك امي هي جارتي. سديتي نفس الواحد يا شيخ. أنا عايشة لوحدي من ساعة وفاة المرحوم هاني، واخد شهادة سياسة واقتصاد، واتجوز وسافر بره عشان شغل طبعا. نهى بقى محامية وعندها عيلين ربنا يعينها عليهم. أما كريم فبيشتغل في دبي. كل فين وفين كده يعني، في عيد الأم مرة، في العيد الكبير برضو مرة. صفاء بنت الجيران في الشقة اللي جنبنا هي اللي بتقبض لي المعاش بتاعي وتجيب لي أدويتي. قفشتك يا هراب. ايه عم عمال اكلمك تليفونك مقفول، بخبط مفيش حد جوه. اعمل لي نسخه احتياطي ليا ادخل واخرج زي ما انا عايز. معلش اصل انا رقمي القديم لغيته وجبت رقم جديد خالص، وبعدين بقالي 3 ايام ما نمتش، هموت وانام. لا لا الف سلام عليك، يلا افتح ندخل مع بعض. ندخل فين؟ بقول لك تعبان وما نمتش بقالي 3 ايام. يا عم في ايه؟ طارق زمانه جاي دلوقتي، وبعدين طارق وانا ودينا عيالنا ومراتاتنا عند امهم. يعني سارة صباح يا معلم. صباحي مين يا عم سامي وطارق مين؟ بقول لك تعبان ما نمتش بقالي 3 ايام، سيبوني بقى. يا سيدي احنا هنلعب وانت نام جوه، ايه المشكله؟ الله انت مصمم برضو؟ ايوه طبعا هدخل. خلاص انتوا حرين، هنام منكم. نام يا سيدي براحتك، ام اللحميه اللي قرفني بيها وانت صغير. انت زنان زن. افتح افتح. اقفل وراك بقى. ايوه. Thank you.
ياه الحمد لله يا رب، والله الحمد لله. أنا في نعمة، أنا في نعمة يا رب العالمين، الحمد لله. يعني الحمد لله. كنت هنساك، كنت هنساك. الحمد لله يا رب. الحمد لله. اتفرج بقى. طبعاً عشان كده مش شايف، طبعاً أبقى مش شايف. الحمد لله. يا خسرتك يا كاميليا في العجز، والله كنت حلوة. يلا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يا يا هالدنيا يا رب، الحمد لله، الحمد لله. والله أنا في نعمة، الحمد لله، الحمد لله يا رب. يا كفاية، كفاية يا ربي، كفاية، الحمد لله. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله زمان يا مراد، وحشتنا وحشتنا ايامك الحلوه. بس بقول لك ايه، انت حلويت كده وبقيت مز وشعرك طلع. لا والله، وانت شعرك وقع، بقيت شكلك غريب. راحت فين القصه اللي كانت بتطير على وشك دي؟ راحت مع هوا البحر يا اخويا. مرحبا. كنت قدام يا ابني، احنا بقالنا كتير ما شفناكش. اعمل ايه بس يا طارق؟ مش قادر، بقالي 36 ساعة صاحي، وقلت لسامي يخلي السهرة دي لحد بكرة ومش عايز. ما احنا هنسهر برضه بكرة. ايه يا عم 10 سنين غربة من غير اجازة واحدة؟ تتعوض طبعا. 10 سنين في الكويت وداخل علينا بإيد ورا وإيد قدام، ده أنت بخيل أوي يا راجل. يا عم بخيل إيه؟ بقول لك تعبان، أنا ما لحقتش حتى أفتح الشنط. تعبان تعبان. طب ما افتحش الشنط، خلاص نقلبه حلو البدله دي. مجلها انا الساعه عجباني قوي. ما نشوف بقى لما يفتح الشنط هيطلع لنا ايه. طب سيبه سيبه، العب 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 يا عم، العب عدل. ايه ما انا بلعب صح اهو. جار سي، ادي الجار وادي السي. حلاوتك دربي. ماشي يا اخو. ايه ده، ده نام يلا. تيجي يا رب. تيجي نسيبه نمشي. طب اقول لك حاجه. ايه؟ تيجي نعمل له قرطاس ونحطها في رجله زي زمان؟ والله حلو. لا يا رب. امال ايه؟ ده كبار. بص تسيبه ينام خلاص، ونفتح احنا الشنط نقلبها. اه والله في الشر. ها يلا يلا قوم على البيت. يلا سيبه مراد. يا لهوي. يلا يا عم. يلا يا عم. Thank you.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. ثبت عقلي وديني يا رب والنبي يا رب ما تتخلى عني. طيب أوه.
عم طيب. أنا كنت هكسر الباب والحيطة، مالك؟ إيه ما كنتش بتنام في الكويت ولا إيه؟ عم تعبان تعبان. بعوض بعوض التلات أيام اللي كنت صحيهم دول. الساعة كام دلوقتي؟ ساعة إيه يا ابني؟ أنت بقالك يومين نايم. أيوه يومين نايم عشان تعبان. وكان بقالي قبليها تلات أيام صاحي. وده برضه ما يمنعش إني أسألك الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 8. مراد مش هتوريني الهدية بتاعتي بقى؟ وانا ما بقتش لوحدي، انا معايا مراتي وفي رقبتي خمس عيال كلهم بيقولوا لعمو مراد عمو مراد. يلا بقى هات الهدية. يا عم بير الحرمان اللي انت عايش فيه ده. حاضر حاضر، بس افوق وافتح الشنط واجيب لك الهدية بتاعتك وبتاعت العيال كمان، بس انا عندي مشوار مهم لازم اروحه دلوقتي حالا. مشوار ايه يا عم؟ انت لسه جاي من السفر. ماشي يا ابو المشاوير، يا بتاع الخليج انت اللي كلك فلوس. بقول لك ايه؟ خلص مشوارك وانا هستناك فوق. ها انا بكره واخد اجازه مرضي عشان عيونك يا ابو الفلوس انت. ماشي يا عم الفايق. يلا سلام سلام. خبر ابيض، نمت نوم. الصفاء. ايوه انا مراد، مراد التلميذ ابله كاميليا. اهلا وسهلا. معلش انا اسف اني ازعجت حضرتك، بس بخبط عليها بقالي فتره ما بتفتحش. هي خرجت ولا حاجه؟ والله ما عنديش فكره، بس لحظه واحده انا معايا مفتاح. اوكي حاجة أو راحت لبنتها مثلا؟ ما بتخرجش لوحدها خالص، ولو عايزة أي حاجة بتخبط عليا. نهى قالت لها 100 مرة تجيب لها موبايل عشان تعرف تطمن عليها وهي رافضة. طبعا إذنك أروح أجيب الموبايل أكلم نهى عشان أطمن. أوكي طيب. سامي الاخبار؟ لا انا تمام الحمد لله. لا يا عم النهارده صعب قوي، عندي مشوار كده. لا صعب صعب مش هينفع. ماشي لو خلصت بدري هكلمك. ماشي سلم لي عليك. اوكي سلام. المستشفى اخر الشارع يا اسطى. طب معلش انا اسف. بص ثاني يعني اتاكدي بس. لا والله مفيش حد دخل عندنا بالاسم ده. خير يا استاذ؟ في حاجه تاني ولا ايه؟ لا لا دكتور، ده انا كنت جاي بسال على حاجه في المستشفى وماشي على طول. واخبار صحه الحاجه ايه؟ الحاجه تمام زي الفل زي الفل.
خدوا بالكم منها كويس، هي الخير والبركه. اه طبعا طبعا، ما تقلقش، ربنا يشفيها ان شاء الله. شكرا ليك. الو، ايوه استاذ فوزي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اه انا ملف القضيه قدام اهو، انا مش عايزاك تقلق خالص. مبدئيا دفوع القضيه خلاص منتهيه، والاجراءات خلاص احنا طعمنا فيها، يعني القضيه ان شاء الله في صالحنا. اطمن خالص. اه بس ما تبقاش تنسى الاتعاب. اه اوكي. لا انا حبيت اطمنك. لا ما تقلقش. اوكي سلام، باي باي. الو صفاء، مين يا ستي؟ حضرتك اتصلت بيا 3 مرات قبل كده، وكل مره اقول لك ما جاتش. وارجوكي لو سمحتي بلاش تتصلي بيا متاخر كده تاني، ارجوكي. سلام، مش ممكن. فين تاني؟ ربنا يستر بقى ما يكونش حصل لها حاجة. ربنا يستر. صباح النور. اهلا يا استاذ مراد. معلش انا اسف اني بزعج حضرتك، بس بدور على ابله كاميليا من امبارح مش لاقيها، لا في الشوارع ولا في المستشفيات. حضرتك كلمتي مدام نهى بنتها؟ انا كلمتها كذا مره وبرضه ما تعرفش عنها حاجه، انا قلقانه عليها قوي. هتكون راحت فين من امبارح؟ بس على العموم انا معايا رقم حضرتك، اول ما اعرف اي حاجه هكلمك على طول. شكرا. طيب ممكن تليفون بنتها وعنوانها؟ هقطعك. قطع بينا. العب يا حبيبي العب. دش ايه؟ شيل جار. ده انا اتعميت باين. شيل سه اهي. شيل جار تاني. شيل جار. مالك يا عم مراد؟ شايل طاقه ستك ليه؟ انا مش فاهم. نوم وسيبناك تنام، فوق بقى معانا يا اخي. شكله بقى دمه تقيل قوي قوي. عارف ليه؟ عشان مشقرع زي انت. حلوه الحمد لله اني مش هقرع زيكم ولا بكرش زي الافندي ده. كرش مين يا ابني؟ انا مولود كده اساسا. مولود كده؟ خليكم في الطاوله والشيشه والغرزه اللي انتوا عاملينها دي. لا بلا. ايوه مين؟ صفاء. ايوه عرفتي مكانها فين؟ Sarah.
ماما كمالي، كان في واحد بيسأل عليكي بره، بيقول ان هو عايز يزورك. هاني هاني ولا كريم؟ ما قاليش. انا مراد يا ابا كمالي. معلش معلش، انا اسف اني اتاخرت عليكي. أصلي فضلت نايم يومين وأول ما صحيت وعرفت إنك هنا جيت على طول، معلش. يا حبيبي كتر خيرك إنك بتسأل عليا. إذا كان ولادي اللي ضيعت عمري عليهم ما بيعملوهاش. معلش معلش. بس أنتِ بتعملي إيه هنا؟ تعالي عيشي معايا. أنا هشيلك جوه عينيا، هخدمك وأنفذ لك كل طلباتك. وانا خلاص مش هسافر تاني، هفضل في مصر. حبيبي انا مش عايزه بعيب عليك ولا على اي حد. انا هنا مرتاحه، هنا هلاقي اللي يخدمني وياخد باله من علاجي واكلي وشربي. ان شاء الله هتعود على المكان هنا ولاقي الصحبة اللي تونسني في آخر أيامي إن شاء الله. هسيبك دلوقتي و هرجع لك تاني، بس ان شاء الله هتمشي من هنا ان شاء الله. انا ان شاء الله مش هخليك تحتاج حاجه خالص ان شاء الله. السلام عليك يا مور. عاوز اشوف مراد قبل ما اموت، اتصلوا لي بيه، عاوز اشوفه. حاضر. الف سلام عليك يا مور. حاضر. تسلمي بسرعه. حاضر حاضر. ثواني هتتصلي بيه يا ماما. حاضر. الو. ايوه مدام نهى، انا مراد الريد. مدام نهى، اللي بيحصل ده ما ينفعش. مامتك حالتها زي الزفت، نفسيتها في الارض. مفيش حد فيكم فكر يسال عليها، ما ينفعش كده. نعم. هو مين حضرتك اصلا؟ والمفروض يعني انا اعمل لك ايه؟ طب يا ستي اعتبريها مش والدتك، اسالي عليها من باب الصدقه، من باب الثواب لوجه الله. وانت مالك انت، اعمل ثواب ولا اعمل ذنب؟ انت مالك؟ تطلع مين انت اصلا؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي يا مدام نوها. هي كلمه واحده، لو ما حدش راح خد الست دي انا هروح واخدها تعيش معايا. انا مش هسيبها مرميه لحد ما تموت.
والله؟ طب اقول لك ايه بقى؟ حسك عينك تتصل على الرقم ده تاني، والا هوديك في 60 داهية، واكيد طبعا انت عارف ان انا محامية، فاهم ولا لا؟ يا استاذة هو في حد طايق جلده اللي عليه؟ لما يطيق امه؟ لا 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 مش مصدق، الناس بقت بشعة. انا مش عايزه ابقى عبء عليك ولا على اي حد، انا هنا مرتاحه، هنا هلاقي اللي يخدمني وياخد باله من علاجي واكلي وشربي، ان شاء الله هتعود على المكان هنا والاقي الصحبه اللي تونسني في اخر ايامي. داعي تتعب، عارف يا مرات أنا كان نفسي أموت في بيتي على سريري أو على الأقل عند حد من ولادي، خصوصاً نوعها هي طول عمرها أقرب واحدة ليا، غير السلطان البنوتة الوحيدة، أنا مش عايزة أموت في الدار هنا، مش عايزة.
بعد الشر عليك يا امي. ما تقوليش كده، هي اكيد اكيد لما تعرف انك هنا هتيجي، اكيد هتيجي مش هتسيبك. يا رب. تلاقيش يا امي، انا هفضل وراها لحد ما تجيلك. تلاقيش السيدة ولاء إبراهيم محمد، مش كده؟ إن شاء الله. طيب، أحب أعرف بقى إيه مشكلتك؟ أنا جاية أرفع قضية خلع على جوزي. واضح عندي جداً إن أنت جاية ترفع قضية خلع، بس أنا محتاجة أعرف معلومات أكتر. يعني مثلاً ما بيعاشركيش، بيضربك، ما بصرفش عليكي، إيه الأسباب؟ لا ولا أي حاجة من دي، هو بس رافض إن والدتي تعيش معايا بعد وفاة والدي، وهي طبعاً ملهاش غيري، وانا بنتها الوحيده، يرضيك يا استاذه ان انا ارميها في الشارع ولا اعمل ايه؟ قولي لي اعمل ايه وانا اعمله. لا الحياه ما عندنيش طبعا، بس هي اكيد في حلول تانية غير الطلاق والخلع. زي ايه يا استاذه؟ ودي هدار مسنين، يعني انا شايفه ان في دار المسنين بتبقى رعايه كويسه جدا، ممكن تطمني عليها وما تخربيش بيتك. ارميها في الشارع؟ ارمي امي في الشارع عشان ارضي جوزي؟ اوديها دار مسنين؟ الظاهر حضرتك ان والدتك متوفيه، فعشان كده انت بتقولي لي كده. لو انت مكاني هتوديها دار مسنين؟ هتودي والدتك دار مسنين؟ لا لو سمحتي حضرتك مالكيش دعوه بيها خالص، خلينا في الموضوع بتاعنا. اوكي، انت عايزه تعملي خلع مش كده؟ ايوه. اوكي نعمل خلع. اوكي، عشان خاطري ما تزعليش نفسي، ولا طول النهار معاكي مسلياكي اهو، ولا انا مش عاجباكي؟ لا ازاي؟ عشان خاطري اضحكي، عشان خاطري. ها مامتي الحلوين عاملين ايه؟ صدقي انا من يوم ما جيت هنا وانا حاسه انك نهى بنتي بالظبط. ربنا يخليكي ليا يا ماما، ده شرف كبير قوي ليا. لا يا حبيبتي، ده انت يمكن احسن كمان، انت حنينه قوي يا بيرو. يا ترى انت حنينه كده مع والدتك في البيت؟ طبعا، هو انا ليا بركه في الدنيا اللي هي امي وانتي كمان امي، ربنا اللي يعلم اللي في القلوب. ربنا يبارك لك فيها ويخليها لك يا حبيبتي، وتتجوزي وتفرحي قلبها. امين يا رب. ايوه والنبي يا ماما، ركزي على الدعوه دي وافضلي قوليها كتير. ويلا بينا بقى عشان اتاخرنا على ميعاد النوم وعلى ميعاد الحقنه بتاعتك. بس من غير وجع زي المره اللي فاتت. من غير وجع طبعا، هو انا اقدر اوجع احلى ماما في الدنيا؟ والنبي يا عبير، ما جاش جواب ولا تليفون في الاداره من ابني؟ والله يا ماما مش عارفه، بس تقريبا لحد دلوقتي مفيش ولا جواب وصل. وعلى العموم هسال تاني واتاكد لك، لو في اي حاجه وصلت هاجي اقول لك بنفسي. كتر خيرك يا بنتي، ربنا ما يحرمناش من ابتسامتك الحلوه دي. ولا يحرمني منكم، ربنا يخليكوا ليا يا رب. يلا بقى عشان اتاخرنا وعشان الجو برد. يلا تعالوا معايا. يلا يا ماما. يلا يا حبيبتي. يا حسن، عملت الهومورك؟ وريني كده. يا نهارك اسود، ايه ده؟ انت عمال تلون يا اخي، حرام عليك، مش كفايه عليا اخواتك، ده انتوا قرفتوني. انت اللي قرفتيني بقى كده يا حسن؟ بتقولي قرفتيني؟ طب ايه رايك بقى ان انا هنادي ابوك علشان يعاقبك على الكلمه دي؟ وانا هوديكي انت وهو دار المسنين واحبسكوا بالمفتاح. دار المسنين؟ انت جبت الكلمة دي منين يا حسن؟ سمعتك وانت بتتكلمي على تيتا اللي هي في دار المسنين، وانا لما اكبر هوديك معاها. بسم الله. الشفا، تسلم ايدك يا جاسر يا ابني، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا رب. ربنا يخليك يا رب ويديك الصحة، يا نورت الدنيا كلها. ربنا يخليك يا ابني يا رب ويسعدك. امين يا رب. بص يا ام، أنا كاتب لك على الدواء كل ميعاد، ده قبل الغداء، ده قبل العشاء. ما تغلطيش بقى زي المرة اللي فاتت. حاضر. ماشي؟ ولازم تاكلي قبل الدواء يا ماما. حاضر يا ماما. يلا كل ياسين بقى، كل عشان تدخل تنام أنت كمان، أنت جاي تعبان من نادي. جاسر. أيوه. عايزاك. حاضر جاي.
كل يا حبيبه يلا دلوقتي. حاضر يا نهى. قلت جاي. كل الزبادي يا امي على ما اجي. ماشي حاضر يا ناقصاها هي دي كمان. عادي ده دي فيها. ايه نوع في ايه؟ عايزة حاجة؟ ممكن اعرف الست الوالدة قاعدة حضرتك معانا لحد امتى ان شاء الله؟ انا امي هتفضل معانا هنا على طول زي ما انا قايل لك قبل كده. يا سلام انت بتغصني؟ تحس غصني يا راجل انت؟ يعني ايه قاعدة معانا على طول؟ ما عندها بيتها وعندها اولادها التانيين. لما تزهق من هنا وتحب تروح لاولادها التانيين تبقى تروح بكيفها وترجع هنا تاني. ما هو ده بيتها بيت ابنها. لا والله بيتها وبيت ابنها ده شغل استنطاع شغل شحاته. شوفي حسك عينك اسمعي تتكلمي في الموضوع ده تاني. انا مش جاحد ولا ميت القلب زيك. عايزه نروح ارمي امي في دار مسنين زي ما عملت مع عمك؟ حسك عينك وده اخر انذار ليكي. فاهمه ولا لا؟ أمي دي اللي كبرتني وعلمتني وخلتني راجل. فاهمة ولا لأ؟ وأنا هوديكي أنتي وهو دار المسنين وأحبسكوا بالمفتاح. مين حضرتك؟ أنا مراد الريد يا مدام نهى. مش همشي من هنا لو أنت معايا. لازم تيجي تشوفي والدتك. عايزاني أتكلم مع جوزك أتكلم. لا لا استنى. خلاص أنا هغير هدومي وأجي معاك على طول. أنا هستناكي تحت. عايزة حاجة من الدنيا بعد كده. يلا بينا يا ماما يلا. على فين؟ هاخدك تعيشي معايا في البيت. وهنا ماله؟ أنا مبسوطة هنا ومالي أصحاب وعندي بنت كمان اسمها عبير. لا يا ماما لا، أنت ما عندكيش بنات هنا غيري. سامعني أنا بنتك الوحيدة. يلا يا ماما هتيجي تعيشي. انا مش هسيبك تعيشي هنا تاني ابدا. مش هسيبك تعيشي. لا حبيبتي ما تقلقيش عليا، انا كويسه وخلاص اتاقلمت على العيشه هنا. مش عايزه اطور بنتك حياتك. انت عندك بيتك وعيالك وجوزك وشغلك، ما تجيش ناقصه عبء جديد عليكي. لا يا ماما انت عمرك ما هتبقى عبء عليا صدقيني. قول لها حاجه يا مراد. يا امي انت مش كنت عايزه تعيش عند نهى؟ هي جات لك لحد عندك اهي. كنت بس دلوقتي خلاص. بس ما تنسينيش يعني. تعالي زوريني كل ما ظروفك تسمح. هاجيلك يا ماما هاجيلك. انا مش هسيبك ابدا تاني. بس خلاص.
اللي يريحك يا ماما، انا هسيبك براحتك بس انا مش هزورك تاني على طول. خلي بالك